بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم عندي شرح طريقة سقاية الطيور بشكل جماعي سواء حمام أو دواجن. انت شوف الفكرة واستخدمها بكيفك. الطرق كثيرة جدا لكن كل شخص والطريقة اللي تناسبه. الفكرة بشكل عام عندنا مدخل ماي، عندنا درام جركل، عندنا مخرج، هذا مخرج للتنظيف، عندنا مخرج للعوامات اللي راح أصورها لكم الآن. نروح العوامات. هذه طريقة السقي، هذا بايب جاي من الدرام، وهذه العوامات. هذا بشكل عام راح أشرح لكم الآن بالتفصيل طريقة التركيب. يا أخوان، البعض فاهم في أمور كثيرة، البعض ما يعرف شيء نهائيا. فدائما أنا شرحي دائما أنا شرحي يكون بالتفصيل خطوة خطوة، على أساس الشخص اللي جاهل في المعلومة يستفيد مضبوط، ما يدش الفيديو وتنقصه معلومة. أما الشخص اللي فاهم الله يوفقه. بسم الله ونبدأ. هذا درام جركل العادي بلاستيك، يباع في كل مكان. الخطوة الأولى، عندنا المصدر مال الماء الرئيسي، البايب هذا. عندنا تحكم المحبس، أتحكم في الماء، أفتحه أو أسكره، يطلع من المحبس يذهب إلى الجركل داخل، أسوي فتحة وأدخله داخل. طيب، هذا الغطاء بعدين نشرحه. عندنا من الداخل عوامة أسويها بالقياس اللي أنا أبيه، بس بحيث أن الماي ما يتجاوز الأطراف هذه. مضبوط، عوامة راح ينترس ماي. أوكي، الحين أنا أشرح لكم الباب. الباب يا أخوان، على أساس إذا بغيت تحط أدوية علاجات يكون فيه منفذ، إذا بغيت تنظف يكون فيه منفذ. الجركل ما يتحرك، تقوم تاخذ جركل ثاني مستعمل نفس القياس، وتاخذ زيادة على الحواف بشكل زائد على أساس يكون باب. شوفوا ثابت هني، نطقه مسامير اليدة، نطلع مسامير هذه اليدة. خلصنا خلصنا. بالنسبة للقاعدة، أي شيء مستعمل عندك سواء تسوي له قاعدة حديد أو خشب مستعمل عندك، بحيث إنه ما يتحرك، تربطه بسيم، انتو طريقتك. الاتزان يكون ما بين الفتحات هذه، لازم يكون السنتر العوامة اللي داخل هذه مقابل الفتحة هذه، على اساس يكون سنتر، ما يكون مايل. الفتحة تكون هني والعوامة بصوب، ما راح يكون متزن. لازم العوامة فتحتها مقابل فتحة المخرج، بالنظر انت طبعا، ما هي بالملي، بالنظر راح تضبط معك. طيب، هذه الفتحات نحط عليها بوتكس اللي هو الصمغ مال البلاستيك، وبعدين نشدها بقوة، خلاص ما يطلع الماء. طيب، الآن طال عمركم هذا المربط الداخلي، هذا في ربلة هني وربلة من الداخل راح أصورها لكم. هذا تحصل عند المحلات، تقول أنا أبي مربط مثل الصورة هذه بالفيديو. شوف، نحاس أو بلاستيك تحصل. هذا هو من الداخل، في ربلة ثانية بعد تشوفونه، سنين تشدن على بعضهم. مضبوط مضبوط. الآن هذا عندنا المخرج. بابا بعدين، أنا قلت لك لا تجي، أنا خلص تصوير بعدين تعال. أوكي، زين. الماي الآن يخرج يا أخوان. بالنسبة للمستويات، مستوى الدرام، أنا المستوى عندي أرضي على أساس الحمام، أرضي ما عندي مشكلة، تقريبا متر لأنه راح يوصل. لكن إذا أنت عندك خانات وعندك عوامات، بالخانات راح تشوفون العوامات، لازم ترفع الدرام بمستوى أكبر من الخانات. العوامات أكبر،
هذا بخصوص المستوى، هذا تقريبا متر. زين، الآن خرج الماء، عندنا مخرجين تسوي حرف تي، واحد الخروج الماء الدرام خارجي برا تفتحه راح يصب برا تسكره، هذا التنظيف الدرام، أو مثلا باقي بقايا ماء وفيه دواء وتبي تغيره تقوم تفتح الماء تفضيه، هذا مخرج التنظيف. هذا مخرج السقي اللي يروح للعوامات، هذا تسكره وتخلي هذا دائما مفتوح. إذا أنت ما كنت حاط أدوية عادي، خلي العوامة شغالة، المحبس الخلفي شغال، الماء يوصل والعوامة شغالة راح ينترس ماء، والمخرج شغال هذا راح يروح للعوامات. مضبوط؟ مضبوط. تدفن البايب بالأرض، توصل البايب. الآن نروح للعوامات. العوامات تقريبا 20 سنتي عن الأرض الخشب، تعمل لك زاوية خشب لوحين وتعملهم حرف، تسويهم حرف زاوية. شوفوا مثل ما أنا مسوي هني، طاق مسامير هني على الخشب هذا بالشكل هذا. شوفوا ليش؟ على أساس حماية للأوساخ، الحمام لما يطب فوق ما يوسخ العوامات، وبنفس الوقت على أساس أعلق العوامات عليه. زين، لابس نعال كل وحده لون. الله يكرمكم حق المزرعة، ما ادري يبين لازم فيديو ولا لا. زين، الان هني حرفتي هني، والبايب مكمل رايح للعوامات الثانيه. مخرج هذا سن نص انش، اوكي، هذا بايب زراعي مال نفس مال التنقيط ابد. اي واحد توريه الفيديو يقول لك عندي هذا، وهذا مخرج تشده هني وتطلع البايب. حلو. الآن طال عمركم هذه عوامات صينية موجودة، اللي ما هو موجودة بدولته يقدر يطلبها عن طريق الانترنت أو يكلم أحد أصدقائه في إحدى الدول يجيبها له. هذه عوامة صينية ممتازة، عملية ومجربة وقوية. الفكرة في العوامة أن إذا صار فيه ماي ينزل الماي فيسكر هني، يسكر الربلة داخل، إذا نقص الماي ترتفع اوتوماتيك. شوفوا هذا خلاص ضاغط الماي هني مسكر الربلة، هذا ما فيها ماي. تشوفون إذا فتحت الماي راح يصب ماي هني. هذا بخصوص العوامة. العوامة الصينية مخرجها يا جماعة صغير 6 ملي. حلو. زين، شلون نحول من هذا اللي هو 13 يسمونه الى 6 ملي؟ عندنا بالكويت هنا يا شباب هذه مشكله، ما في نفس القياس، يجي معاها محولات صغيره، ولما تجي تركب عليها هوز تختلف القياسات. هذه طال عمركم حست الدنيا لقيتها عند النصف اللي هو 13، يركب عليها الهوز ومخرجها نفس مخرج العوام اللي هو 6 ملي. تروح للنصف تقول له القسم الزراعي، تقول له انا ابي 13 على 6 ملي يعطيك يا حرفتي. طيب احنا بعد ما نسوي القاعده هذه الخشب نثبتها باي طريقه، انتو طريقتك، هذه القاعده انتو طريقتك، انا مثبتها على العواميد هذه مسمارين، واحد هني هذا واحد وواحد على العمود الثاني. مضبوط؟ مضبوط. راح ناخذ الهوز راح نسوي له مخرج بالدريل، فتحه على كبر حجم المخرج اللي هني البايب الصغير، ونقوم نركب البايبات وندخل بالفتحه ونركب بايب وندخل بالفتحه حتى تكتمل العمليه، والاهواز تكون راكبه، بعدين ندخلها داخل الفتحات، بعدين نركبها على العوامه. كلام مضبوط؟ ان شاء الله واضح. القاعده هذه مالت بنيان صفيح حديد، بامكانك انت تسويها بيدك، تقص شيء
أو تشتريها عند محلات الإنشائيات، تعطيها مسمار هني ومسمار هني وخلاص تثبت، وتثبت على هالعوامة. هذا الشرح اللي حاولت إني أفيدكم فيه. هذه القاعدة الثانية، شوفهم متروسة ماي. طيب شنو الفائدة؟ الفائدة واحد، توفير وقت العامل. الفائدة اثنين، تنظيفها سهل جدا، مجرد ان العامل يرفعها ينزلها ويصعدها مرة ثانية. هذه فلتت، ما في مشكلة. طيب زين، نرجع لنقطة مهمة جدا في الموضوع، مهمة جدا جدا جدا. أنا عندي حمام مثلا يشرب باليوم أيام الشتاء 50 لتر، أيام الصيف يشرب 100 لتر مثلا. زين، راح أسكر المخرج الخلفي اللي هو دخول الماء، راح أسكره، وراح طال عمركم أفتح المخرج الخارجي على أساس أفضي الدرام. اسمعوا النقطة هذه مهمة، على أساس أفضي الدرام، أفتح فض الدرام خلاص، أشيل الماي الباقي بسطل صغير أو جركل صغير أو ماعون صغير، أشيله أفضي نهائي. فضيته خلصت، أخذ قياس 10 لتر أيا كان وصب 10 لتر. أنا ماخذ قياساتي على 48 لتر 48 لتر، يعني هذا مخلي أنا يشيل لي 96 لتر. هذا أثناء الدواء، أما أثناء ما تفتح العوامة وتخليها دايركت لا، راح يأخذ أكثر. أنا أتكلم عن أثناء الدواء كم لتر تبي تشيل. زين، أخذ لي مثلا 10 لتر، هذا فاضي الدرام، وصب 10 لتر مثلا، أو 20 أو 50 كيفك. أخذ العصا هذه، بايب أو عصا، وخليها بالنص وبشكل مستقيم بالنظر، ما هو لازم يعني. لما أحط 10 لتر أدخل العصا وأرفعها، وأخذ القياس عند آخر نقطة ماء، وأسوي علامة وأكتب 10 لتر، وأحط 10 لتر ثانية ونفس العملية. أنا الآن سويت 48 لتر 48 لتر، 48 لتر الأولى صارت عند الخط هذا، 48 لتر الثانية صارت عند الخط هذا. أنا عندي 96 لتر على أساس الأدوية والفيتامينات للطيور أو الدواجن. يعني أنا الآن هذا عندي تقريبا 46 لتر أو 48 لتر. ليش أنا أحدد اللتر يا أخوان؟ على أساس أعرف كم أعطي ماء دواء كم على اللتر، وخلي العصا عندي وأسوي نسخة ثانية منها على أساس إذا ضاعت أو شيء ما أكرر العملية والقياس. لا تنسى إذا خدت قياسك اللترات، مثلا تبي تحط 100 لتر، لا تنسى تسكر الماي من الخلف على أساس الحلال يشرب الماي كله والدواء كله. وآسفين على الإطالة يا أخواني، وعسى الله يوفقكم. وفيه طرق كثيرة جدا لسقي الحمام والدجاج بشكل مجموعات، لكن هذه طريقة أنا أفضلها. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.